بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، طلاب المرحلة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي، أحييكم. معكم المستر أحمد محمد النبوي. النهاردة إن شاء الله هنستكمل منهج الجيومتري للترم الأول للصف الثالث الإعدادي. هنبدأ النهاردة درس جديد اللي هو Distance Between Two Points، ويا ريت الطلبة اللي معايا تحل وتبعت الإجابات على طول. عندنا الدرس Distance Between Two Points، طبعا إحنا بنشتغل على الكوردينيت بلين، على الكوردينيت بلين عندنا 2 بوينتس M and N. عندنا ال M given، المفروض given X1 Y1، ده الكوردينيتس بتاعتها، وال N another point الكوردينيتس بتاعتها X2 and Y2. علشان نجيب ال distance between M N هنجيب ال variation in X، التغير في ال X. واحد يقول لي هنجيبها ازاي؟ احنا عندنا البوينت A هتساوي X1، والبوينت B هتساوي X2. الفاريشن ان X، التغير في الـ X هتساوي X2 minus X1 بس. فيبقى الـ distance between A and B equal X2 minus X1، والفاريشن ان Y زيها تكون Y2 minus Y1. هنستخدم بايثاغورس theorem to find the MN. هتبقى الـ distance between MN equal X2 minus X1 bar 2 plus y2 minus y1 bar 2، يعني الـ variation in x bar 2 plus الـ variation in y bar 2 كلهم تحت الـ square root، يدينا الـ ايه؟ قانون الـ distance between two points اللي هو آخر سطر ده. طبعا نكتب القانون مع بعض كده ونشتغل مع بعض. نبدأ القانون، نكتب القانون ونشتغل ايه مع بعض. هنا اختصارا للقانون كتبناه لوحده، هو distance between two points x1 y1 x2 y2 equal x2 minus x1 bar 2 plus y2 minus y1 bar 2. بعد كده عندي هنا ممكن نوصفه بالكلام، نقول distance between two points equal a square difference in x axis plus a square difference in y axis. برضو نكتب القانون عشان ايه نحل بيه على طول. X2 minus X1 bar 2 plus Y2 minus Y1 bar 2 كلهم تحت الايه؟ تحت الـ square root. أول مسألة يا ريت الطلبة تحل. بيقول لي length of the line segment drawn from the point 0 and 0 اللي هي الـ origin point to the point negative 3 negative 4 and 3 equal unit of length، equal 3 unit length ولا 4 unit length ولا root 7 unit length ولا 5 unit length. يا ريت الطلبة تحل وبسرعة تبعت الإجابات، سؤال سهل قوي، نتدرب على الأسئلة السهلة. هنحلها إزاي؟ لو أنا كتبتها تحت الآلة الحاسبة هنعمل، نشوف كده، negative 4 minus 0 bar 2 plus 3 minus 0 bar 2 ونحسبها حساب عادي خالص. حد حسبها؟ طيب يبقى الناتج إيكوال، طبعا حسابها سهل قوي، هيطلع 5 unit length. سؤال تاني، the distance between distance between the two points 5 and 0 و 0 and negative 12. هنستخدم نفس القانون، هو قانون واحد في الدرس كله. distance between two points هو قانون واحد، ال variation in x يبقى 0 minus 5 bar 2 و negative 12 minus 0 bar 2 كلهم تحت ال square root، ونبدأ نحسب 0 minus 5 bar 2. ونلاحظ لازم نعمل براكت كده، 0 minus 5 bar 2 plus negative 12 minus 0 bar 2. نحسب الناتج ونبعت الإجابة، ممكن نكتب على الشات بسرعة، تطلع كام؟ 13 unit length. طبعا هنا هتلاحظ القوانين سهلة قوي، بس في عندنا بقى إيه استخدامات كتيرة للقانون الديستانس. طيب تعالوا نشوف كده الاستخدامات. أول نوع في الاستخدام الـ distance between two points، how to find the type of triangle according to its angles، يعني إزاي نحدد نوع الـ triangle according to its angles. We compare between AC bar 2 and AB bar 2 plus BC bar 2 as the follow. يعني هنقارن بين الـ AC bar 2 والـ AB bar 2 plus BC bar 2، بس طبعا بشرط ان يكون AC هو اللونجست سايد، يعني اكبر سايد في الثلاثة، ماشي كده؟ هيبقى عندي AC bar 2 greater than AB bar 2 plus BC bar 2، يبقى نوع الترينجل هيكون ايه؟ يكون نوع obtuse angle الترينجل at B. احنا قلنا الـ AC هيكون هو اكبر سايد، الـ AC هو اللونجست سايد،
هيكون AC bar 2 plus AC bar 2 greater than AB bar 2 plus BC bar 2 يبقى الترينجل هيكون نوع obtuse at B. طب واحد يقول لي طب ليه الB يا مستر؟ علشان أكبر سايد هو الAC فيبقى أكبر أنجل هي الB. فلو AC bar 2 greater than AB bar 2 plus BC bar 2 يبقى نوع الترينجل إيه؟ obtuse. طب لو equal يبقى دي converse of bisectors يكون إيه؟ right. طب لو smaller AC bar 2 smaller than AB bar 2 plus BC bar 2 هيكون نوع الترينجل إيه؟ accurate. يبقى عندي هنا باستخدام التلات علاقات دولت. طبعا هنا نخلي بالنا من حتة مهمة، ممكن الرموز تتغير، يعني ممكن يكون الترينجل اسمه XYZ. هتقولي طب هنبدأ بهنو سايد فيهم، هنبدأ بالجريتست الواحد، يعني لازم أن يكون الجريتست سكوير in one side لوحده في سايد لوحده، وبعدين نجيب السم اوف سكويرز اوف اذر تو سايدز ونقارن بينهم بنفس الطريقه ونحدد نوع الترينجل برضو بنفس الطريقه. لو جريتر يبقى اوبتيوس، ايكوال يبقى رايت، سمولر يبقى ايه اكيوت. طبعا في عندنا ثلاث انواع للترينجل التانيين بس دول سهلين، اللي هو السكالن ترينجل والايسوسيلس ترينجل والايكوالاترال ترينجل. لو الثري سايدز جبت اللينس بتاعهم طلعوا ديفرنت يبقى سكالن، لو الثري سايدز ايكوال يبقى ايكوالاترال، لو تو سايدز ايكوال يكون ايه isosceles. يبقى ده استخدام اللينس عشان نحدد نوع الترينجل اكوردنج سايز او اكوردنج انجل. في عندنا فور كادريلاترالز، عندنا اربع اشكال كادريلاترالز مشهورين. ايه هما؟ الباريلوجرام، ازاي نثبت باستخدام الديستانس ان الشكل باريلوجرام او رمبس او ريكتانجل او سكوير. الباريلوجرام each two opposite angles are equal in length. each two opposite angles are equal in length. يبقى الـ AB equal CD و BC equal AD. يعني هنجيب الـ 4 sides ونثبت ان الـ opposite equal. ازاي نعمل بروف ان الشكل رمبس الـ 4 sides equal بس؟ ازاي نعمل بروف ان هو ريكتانجل؟ H2 opposite sides are equal زي الـ parallelogram بالظبط. ونزود عليك كمان خطوة الـ 2 diagonals are equal. يعني بيبقى فيه نفس خواص الباريلوجرام بس زياده ال2 دياجونالز ايكوال. في السكوير بيكون الفور سايدز ايكوال وال2 دياجونالز ايكوال، يعني بنحلها زي الريكتانجل بس الاختلاف عن الريكتانجل ايه؟ الريكتانجل اتش 2 اوبزيت سايدز ار ايكوال وال2 دياجونالز ايكوال. في السكوير الفور سايدز ايكوال والدياجونالز ايه ايكوال. عندنا هنا في جزئين اهمت، يا ريت نعمل لهم سكرينات كده عشان الطلبه تبقى فاكراهم وعارفاهم. ازاي نعمل بروف ان الترينجل اوبتيوز او رايت او اكيوت، وهنا ازاي نعمل بروف ان الكادري لاترال باريلوجرام ولا رمبس ولا ريكتانجل ولا سكوير. في هنا عندنا كمان خاصيه تو بروف ذات ذا بوينتس اي بي سي لاي اون ذا سيم سيركل، عشان نثبت ان في نقط على نفس السيركل يبقى الديستنس بينهم وبين السنتر كونستنت ثابته او فيكسد. وي بروف ذات ام اي ايكوال ام بي ايكوال ام سي، واكيد طبعا الام هي السنتر والاي والبي والسي بيلونج تو ذا سيركل. وطبعا الديستنس اللي هي ايكوال ام اي او ام بي او ام سي ايكوال ايه الار او الراديوس لينس. طبعا في السيركل الطبيعي ممكن يسالنا على حاجتين، ايه هم؟ على السيركمفيرنس وعلى الاريا اوف سيركل. السيركمفيرنس اوف سيركل 2 باي ار والاريا باي ار ايه سكوير. ماشي كده؟ طبعا معانا روان بتجاوب، جاوبت السؤالين اللي فاتوا وبرافو عليك يا روان. نبدا بقى نحل مسائل ويا ريت الطلبه معانا تحل. عندنا السيركمفيرنس اهوت برضه، ممكن الصفحه ديت مهمه، هي قوانين السيركمفيرنس اوف سيركل 2 باي ار والاريا اوف سيركل باي ار سكوير. اول سؤال على اخر قانون خدناه بيقول لي بروف ذات ذا بوينتس اي بي سي ار لوكيتد ان سيركل ووز سنتر از ذا بوينت ام نيجاتيف 1 اند 2 ذن فايند سيركمفيرنس اوف ذا سيركل. يبقى انا لو استخدمت القانون اللي فات بالظبط هنستخدم هنجيب اللينس بتاع ام اي. بسرعه بقى الطلبه والطالبات اللي معانا، يلا روان، هنجيب ام اي اللينس او الديستنس ام اي وام بي وام سي. هنستخدم هو احنا قلنا الدرس فيه قانون واحد اللي هو الديستنس الديفرنس بتوين الاكس بار 2 والديفرنس بتوين الواي بار 2. ام اي ادي عندنا ام واي اهي. طالب يقول لي هنبدا بالام والاي ما تفرقش لان اللينس بتوين ام اند ايه هي اللينس بتوين اي اند ام، يعني لو بدات بالام او بالاي ما تفرقش.
يبقى نيجاتيف 1 ماينس 3 باور 2 قلنا نحطهم جوه براكت و2 ماينس نيجاتيف 1 باور 2 جوه براكت ونحسبها ونقول الناتج ام بي عندنا الام اهيت والبي اهيت تبقى نيجاتيف 1 ماينس نيجاتيف 4 عليهم باور 2 و 2 ماينس 6 باور 2 برضو نحسب الثلاثة الام سي اخر واحدة نيجاتيف 1 ماينس 2 باور 2 بلس 2 ماينس نيجاتيف 2 باور 2 يلا روان ابعت النتيجة بسرعة سهلة قوي والسيركمفيرنس طبعا احنا عارفينه لسه قايلينه في الصفحة اللي قبلها ايكوال 2 باي ار بس نحسب الايه الار الاول بسرعة عشان ناخد كمية اسئلة كبيرة في الحصة عندنا هنا الديستنس هتكون ام اي ايكوال 5 وام بي ايكوال 5 وام سي ايكوال ايه 5 ماشي روان برافو عليك بعد الاجابة بعد كده هنجيب ايه هنقول له سنس ام اي ايكوال ام بي ايكوال ام سي زين اي بي اند سي ار located in circle. فاضل حاجة واحدة بس السيركمفيرنس ونقرا السؤال كويس عشان ما ننتهش في الحل أو ما ننساش جزء في الحل. السيركمفيرنس equal 2 by r يبقى 2 multiply by 3.14 multiply 5 equal 31.4 أو ممكن نكتبها 10 by الاثنين صح طبعا. circumference equal 2 by r يبقى 2 multiply by multiply r اللي هي 5 عندي طريقتين للكتابة اما نكتبها 10 by سنتيمتر او يونت لينس او 31.4 سنتيمتر او يونت لينس الاثنين ايه صح ماشي كده اللي بعدها بيقول لي state the kind of triangle whose vertices the points A, B, C with respect to its sides. احنا قلنا السايدز هنا سهلة وهنجيب الثري سايدز ونقول يا اما الايسوسيلس او equilateral او scalene. طبعا هنجيب الثري سايدز. هنجيب الايه الثري سايدز. صبر الرفاعة برضو. بيحسب مظبوط معنا. يلا صبر احسب هات لنا اللينس بتاع الاي بي. Those three sides of triangle و BC و AC. لما نعرف the three sides هنعرف the type of triangle according to sides. The AB equal root 3 minus negative 2. حد بيقول لي مثلا ممكن نكتب minus negative 2 plus 2 خلاص. Bar 2 plus negative 1 minus 4 bar 2 ونحسبها. BC هتكون 4 minus 3 بار 2 plus 5 minus negative 1 بار 2 5 minus negative 1 يبقى 5 plus 1 5 minus negative 1 تبقى 5 plus 1 الـ AC 4 plus 2 بار 2 و 5 minus 4 بار 2 لا الإجابات بالسرعة في حد مش عارف متجاوب الأولى 3 plus 2 بار 2 plus negative 1 minus 4 بار 2 مجاوب 10 لا هي مش 10 نحسبها كويس بالآلة الحاسبة نحسب بالآلة الحاسبة يا جماعة 3 plus 2 بار 2 plus minus 1 minus 4 بار 2 equal مفيش سايدز هنا ب 10 روان يلا روان أول واحدة هتكون 5 root 2 تاني واحدة هتكون root 37 وتاني واحدة او اخر واحدة للـ AC هتكون root 37 انا هلاحظ ان في two sides equal اللي هما الـ AC والـ BC هنقول له sense ان الـ BC equal AC يبقى زين الـ triangle ABC is A
isosceles triangle. أظن سهل أوي يعني. هنجيب الـ 3 sides أو length of 3 sides، هيكون في 2 sides equal، يبقى نوع الترينجل إيه؟ isosceles. نوع الترينجل إيه؟ isosceles. طبعا لو ثلاثة مختلفين يبقى سكالين. ماشي، برافو روان، برضو بعتت الإجابة ممتازة، بس يعني إيه المفروض هنا روان كاتبة 5 root 2، برافو عليكي، root 37، root 37 ممتازة. جابت الـ 3 sides والـ type of triangle، جابت الـ 3 sides والـ type of triangle، الثلاثة مظبوطين. بعد كده نشوف الفكرة الثانية، يا ريت تكوني بتحل كتابة برضو. بيقول لي ABC is a quadrilateral where A equal 2 and 4, B equal negative 3 and 0, C negative 7 or 5, D negative 2 and 9, prove that ABCD is a square. احنا قلنا البروف بتاع السكوير طريقته ايه؟ بروف السكوير طريقته هنجيب ال 4 sides equal وال 2 diagonals equal. 4 sides equal وال 2 diagonals equal، يعني هنجيب ال AB وال BC وال CD وال DA، دول ال 4 sides المفروض يطلعوا equal. ال 2 diagonals AC و BD. طب واحد يقول لي ما كفايه مثلا نجيب الفور سايدز ايكوال وخلاص، ما هم ينفعوا؟ لا طبعا ما ينفعوش، لان هو لو الفور سايدز ايكوال بس يبقى الشكل ده بنسميه رمبس. لو الفور سايدز ايكوال بس يبقى هو رمبس. ماشي، نبدا نجيب بقى الست لاين سيجمنت دولت. يلا روان احسب بسرعه. نيجاتيف 3 ماينس 2 بار 2 بلس 0 minus 4 bar 2 LBC. هيكون negative 7 minus negative 3 يعني plus 3 bar 2 و 5 minus 0 bar 2 CD negative 2 minus negative 7 يعني plus 7 bar 2 و 9 minus 5 bar 2. طبعا كلهم يتحسبهم، كلهم ايه يتحسبهم. مش عارف رودينا جت متاخر ولا لا. بص يا رودينا، احنا كتبنا type of triangle according to its angles. هنرجع لك دلوقتي بس بعد ما نخلص حل السؤال ده، يا ريت تاخدها سكرينات كده وبسرعه معانا. DA يبقى negative 2 minus 2 bar 2 plus 9 minus 4 bar 2، دول 4 sides هنحسبهم هيطلعهم كلهم root A 41. طبعا نتاكد من الاجابات، لازم نكون بنحسب كويس يا جماعه، ما نغلطش في الحساب، مش انا كبار فيعني عيب لما نغلط في الحساب الايه الاسئله ديت. ماشي، مالك طارق جايب الاجابات ممتازه، مالك، برافو عليكي. مالك جايبهم كلهم روت 41، برافو كده مالك، انت جبت الايه الفور سايدز ايكوال. هاتي بقى التو دياجونالز، هاتي بقى الايه تو دياجونالز، هما اي سي وبي دي، وقلنا في السكوير ضروري نجيبهم يا ملك، ضروري نجيبهم، يعني ما ينفعش نسيبهم كده، لان كده بس يبقى رمبس. بس هنجيب الاي سي، الاي سي هتكون نيجاتيف 7 ماينس 2 بار 2 نيجاتيف 7 ماينس 2 بار 2 بلس 5 ماينس 4 بار 2. مالك يلا، شاطرة شاطرة جدا يعني، وروان ممتازة طبعا. ال بي دي نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 3 بار 2 و 9 ماينس 0 بار 2. ده بعت الإجابات بتاعت ال 2 diagonals. مالك بعتت ال sides، حلو قوي روان، جابت السايدز برضو.
وصابر جاب السايدز برضو بس مش قال روت. هنحسب الاولانيه هتكون روت 82 او السمبليفاي بتاعها. لا ما لا السمبليفاي هتكون روت 82 بس. وانا روت 82 بس. بس بقى نقول له سنس. طبيعي بالحساب هتطلع الارقام مظبوطة. لو انا خطواتي صح. هنقول له سنس اي بي ايكوال بي سي ايكوال سي دي equal DA and AC equal BD يبقى then ABCD is square. ماشي كده. رودينا بتقول كلهم طلعهم root 41 صح. وصابر جاب الدياجونالز جابهم root 82. ماشي تمام. يبقى since AB equal BC equal CD equal DA and the AC equal BD, four sides equal, two diagonals equal, then ABCD is a square. رودينا كانت عايزة القوانين. ممكن نجيب لها القوانين بسرعة كده. ممكن بعد الحصة لو عايزة تشوف الحصة من تاني احنا شرحناهم. أهم هي عندي how to determine the type of triangle according to its angles. يعني ازاي تحددي نوع الانجلز. لأن نوع السايدز سهلة. نوع السايدز هتجيبي three sides لو الثلاثة equal يبقى equilateral. لو اتنين equal يبقى isosceles. لو التلاتة different يبقى scalen. بس نوع الترينجل according بقى sides. هنجيب ال 3 sides طبيعي. وتشوفي مين هنا اكبر side فيهم. فهنا هنفترض ان ال AC هو اكبر واحد فيهم. ماشي. يبقى AC bar 2 greater than AB bar 2 plus BC bar 2 يبقى نوع الترينجل ايه؟ obtuse. لو equal يبقى right. لو smaller يبقى acute. ماشي. صابر كان سألني قبل كده على converse bisectors وكليديان. يعني احنا هنشرح كل حاجة بس في وقتها. يعني احنا كده شرحنا ايه. كده شرحنا الconverse of bisectors اللي هي دي. دي كده converse of bisectors. if AC bar 2 equal AB bar 2 plus BC bar 2 يبقى الترينجل نوع ايه. right angle triangle. نوع الترينجل ايه. right angle triangle. طب لو smaller than يبقى نوع الترينجل ايه اكيد. ياريت تكوني خدت القوانين دي سكرين. في عندك هنا الكادريلاترال ازاي تثبت انه باريلوجرام او رامبس او ريكتانجل او سكوير. عندك كل واحدة الطريقة بتاعتها الباريلوجرام each two opposite sides are equal. الرامبس four sides equal. الريكتانجل each two opposite sides are equal and the two diagonals are equal. السكوير ال four sides equal. والتو دياجونالز ايكوال. ماشي كده. طبعا روان جابت البروف. بعتت البروف كامل يعني. برافو عليكي. بعديها رودينا ازاي تعمل بروف ان في 3 بوينتس لوكيت اون ذا سيم سيركل. بتجيبي ام اي وام بي وام سي. وطبعا الام هي السنتر. لو طلع ام اي ايكوال ام بي ايكوال ام سي يبقى ذن ذا بوينتس لوكيت اون ذا سيم سيركل. Circumference of circle قانونها 2 by r والarea of circle by r square. كده احنا ايه رجعنا لك كل القوانين اهيت. هنا السؤال تاني بيقول لي prove that the triangle was vertices of vertices a b c is right angle triangle and find its area. هنجيب هنا احنا لسه مراجعينها. وقلنا هنجيب ال 3 sides a b b c AC. نجيب الديستانس بين A B. يلا نشتغل هتبقى negative 1 minus 1 bar 2 plus negative 2 minus 4 bar 2 ونحسب الناتج. BC هتكون 2 plus 1 bar 2 و negative 3 plus 2 bar 2. AC هتكون 2 minus 1 bar 2 plus negative 3 minus 4 negative 3 minus 4 bar 2 دي هتكون root 40. أو ممكن حد يحسبها يلاقيها 2 root 10. نحسب يلا ونبعت الإجابات. هديكوا فرصة كده نص دقيقة بسرعة ننشط شوية. الأولانية AB
minus 1 أو negative 1 minus 1 power 2 plus negative 2 minus 4 power 2 بالتانية BC 2 minus negative 1 power 2 plus negative 3 minus negative 2 power 2 AC 2 minus 1 power 2 negative 3 minus 4 power 2 أنا حسبت الأولى لقيتها root 40 أو 2 root 10 بسرعة نجيب السايدين التانيين يلا روان يلا ملك ندينة يلا صابر الرفاعي بسرعة يا جماعة يعني ابعت واحدة واحدة حتى عشان نقول اللي جاوب بسرعة بي سي هنحسبها هتطلع روت 9 روت 9 بلس 1 يعني روت 10 طبعا روت 10 منقسم ل 5 وبعدين هنحسب اي سي هتطلع روت 50 او 5 روت 2 ماشي مالك بعد السؤال يعني ايه ممكن نحلوه بس بعد ما نخلص السؤال ده نبعت الأسئلة بس لما خلص السؤال يا جماعة وصبر بعت روت 10 بس مش محدد دي إجابة أهل واحدة فيهم أنا كده جبت الإيه الـ 3 sides طبيعي هنا احنا بنختار مين لوحده الـ greatest مين الـ greatest هنا واضح إن هو الـ AC هنجيب AC بار 2 هنجيب إيه AC بار 2 تطلع بـ 50 وهنجيب AB bar 2 plus BC bar 2 AB bar 2 plus BC bar 2 تبقى 40 plus 10 equal 50 بس كده طلع قد بعض بالظبط نقول السنس ان AC bar 2 equal AB bar 2 plus BC bar 2 يبقى زن الترينجل right at بي واحد يقول لي اشمعنى بي يا مستر ما اي حاجه تنفع وخلاص ما نقول رايت وخلاص انا طبعا الرايت هتنفعني في حاجه مهمه قوي ايه هي الحاجه اللي هتنفعني فيها عشان نجيب الاريا لازم نكون عارف السايدز اوف رايت انجل اللي هم البيز والهايت اللي هم السايدز اوف ايه اوف رايت انجل السايدز اوف ايه رايت انجل الترينجل از رايت ات بي طبعا عرفت بي ازاي لان جريتست سايد هو الـ AC يبقى الـ opposite angle هي الـ right الـ opposite angle هي الـ إيه؟ الـ right ماشي كده؟ رودينا بعت الإجابات حلوة برافو رودينا روان برضو بعت الإجابات ممتازة روان لا بس إزاي رودينا بتقول الـ triangle obtuse دي طلعوا ايكوال بالظبط يعني AC بار 2 ب 50 AB بار 2 بلس BC بار 2 ب 50 يبقى ازاي يبقى الترينجل ان هو اوبتيوس رودينا وبعدين هو في السؤال بيقول لي بروف ان هو رايت يعني هو مش بيقول لي حدد نوعه ويسيبني بقى انا ندور على نوعه براحتي انا لا ده هو بيقول لي بروف ذات ان الترينجل رايت حسبنا ال AB طلعت روت 40 BC روت 10 AC روت 50 ماشي بعد ما جبنا السايدز اخترنا اكبر سايد فيهم بار 2 اللي هو بي سي بار 2 طلعت 50 اي بي بار 2 بلس بي سي بار 2 طلعت بالظبط 50 برضو يبقى ايكوال لها قدها بالظبط if square of side equal sum of squares of other two sides يبقى زنزة triangle is right الاريا بقى هتكون half البيز مالتبلاي الهايت الاريا equal half multiply base multiply height مين هنا البيز 2 root 10 ومين الهايت root 10 هتقول لي عرفت منين يا مستر الترينجل اللي هو right يبقى ال two sides of right angle هما البيز والهايت يبقى 2 root 10 multiply root 10 equal 10 square unit او unit area او سنتيمتر square نكتبها زي ما انا عايز بس كده السؤال تاني بيقول لي prove that the points ABC non-collinear and if D equal negative 9 and 4 prove that the figure ABCD is a parallelogram ازاي نعرف ان هم non-collinear نجيب ال AB وال BC وال AC لو السم بتاع 2 equal third يبقى هم collinear لو non-equal يبقى non-collinear يعني هنجيب 3 sides AB BC AC AB BC AC وبعدين نجيب الصم بتاع 2 لو طلعوا ايكوال الثيرد يبقى هم كولينير لو نون ايكوال يبقى نون كولينير
نخلينا نسرع شوية عشان في ملك طارق كان عندها سؤال ممكن نحله لها سهل يعني. 3AB هتبقى 3 minus negative 2 power 2 و 3 minus 5 power 2. البي سي هتبقى negative 4 minus 3 bar 2 و 2 minus 3 bar 2. الAC هتكون negative 4 plus 2 bar 2 و 2 minus 5 bar 2. يبقى الAB 25 plus 4 هتكون root 29. الأولى root 29 اللي بعديها root 50 أو 5 root 2 اللي بعدها هتكون root 13 4 plus 9. طب هنا لو حسبت مجموع الاثنين اللي هم AB و AC مش هيكونوا equal BC اللي هو أكبر واحد فيهم، يبقى الـ sum of two sides greater than a third، يبقى الـ A والـ B والـ C non-colony. هنقوله sense إن AB plus الـ AC not equal الـ BC، يبقى then A و B و C are non-A كولونيال. واحد يقول لي طب افرض طلع ايكوال يبقى هما كولونيال بس على نفس اللاين يعني. بعد كده بيقول لي بروف ذات اف دي ايكوال نيجاتيف 9 و 4 بروف ذات ذا فيجر اي بي سي دي از باراليلوجرام. احنا قلنا عشان نثبت ان هو باراليلوجرام بنجيب الايه الاوبزيت سايدز ايكوال، فالاوبزيت سايدز هما اي بي وبي سي، وعندنا في سايدين كمان هنجيبهم هما السي دي والدي اي. طبعا هل اي سي ده دياجونال؟ هيكون دياجونال في البارالوجرام فمش هنستخدمه، هنستخدم الاثنين الاولين والاثنين الاخرانيين. يعني استخدام الاي سي عشان نعمل بروف ان هم كولونير او نون كولونير بس. نجيب بقى السي دي، نجيب الايه السي دي، هنجيب الايه هنجيب السي دي. السي دي عندنا السي اهي والدي اهيت نيجاتيف 9 بلس 4 بار 2 بلس 4 ماينس 2 بار 2 4 ماينس 2 بار 2 ونحسبها هتطلع كام؟ هتطلع 25 بلس 4 29 روت 29. دي اي ادي الدي مع الاي اهي نيجاتيف 9 ماينس 2 بار 2 نيجاتيف 9 ماينس نيجاتيف 2 يعني بلس 2 بار 2. روان طبعا عملت بروف للكولونير، برافو روان. الله يسلمك. الاوبزيت سايدز ار ايكوال، مين هم الاوبزيت سايدز ايكوال؟ هنقول له سنس ان الاي بي ايكوال السي دي والبي سي ايكوال الدي اي، يبقى زين اي بي سي دي از باراليلوجرام. نقولها تاني كده بسرعه عشان نعمل بروف ان هم نان كولونير. هنجيب اي بي بي سي سي اي، مجموعة اتنين نوت ايكوال التالت، مجموعة اتنين اللي هم اي بي واي سي اصغر اتنين ما بيساويش التالت يبقى هم نان كولونير. لو طلع ايكوال يبقى هم كولونير. عشان نعمل بروف ان هو باراليلوجرام هنجيب بقية السايدز اللي هم السي دي والدي اي، هيطلع لنا اتش تو اوبزيت سايدز ار ايكوال، اتش تو اوبزيت سايدز ار ايكوال ان لينس، اتش تو اوبزيت سايدز ار ايكوال ان لينس. يبقى الشكل ده ايه؟ بص يا رودين، احنا لما بنحط الماينس وراها ماينس تتحسب بلس. يعني مثلا ايه في الاولى اللي هي اي سي اي بي سوري بتعمل 3 ماينس نيجاتيف 2، يعني لو كتبت لوحدها كده 3 ماينس نيجاتيف 2 مش بتحسبيها 3 بلس 2 عشان ده انفرس اوف نيجاتيف نمبر، يبقى بص في 2 ماشي كده بس. فنيجاتيف وراها نيجاتيف، يعني النيجاتيف ديت الماينس دي بتاعت القانون والنيجاتيف ديت بتاعت النمبر، فلما نحطهم ورا بعض يبقى ايه؟ يبقى بص ماشي كده رودينا. يبقى للسؤال الايه اللي بعد بيقول لي اي بي سي دي از كادريلاترال وير اي جيفن وبي جيفن والسي جيفن والدي جيفن، بروف ذات اي بي سي دي از رمبس فايند اتس اري. طيب ازاي نعمل بروف ان هو رمبس؟ هنجيب الفور سايدز ايكوال اي بي بي سي سي دي
دي اي. طيب الاريا، واحد بيقول لي ما تنساش الاريا يا مستر. الاريا هنجيبها بالسهوله هنا في الرمبس، قانون بتاع سنه ثالثه ثاني اعدادي، هاف دياجونال نورمال تو بلاي دياجونال 2 اللي هم اي سي وبي دي. نجيب يلا الاي بي، اللينث اوف اي بي هيبقى 6 ماينس 5 بار 2 ونيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 2 ماينس 3 بار 2، ونحسب الناتج. يلا ندي فرصه للطلبه تحل معانا النهارده، الطلبه متفاعلين كويس يعني. بي سي 1 ماينس 6 بار 2 نيجاتيف 1، شوفي كده يا رودانا، نيجاتيف 1 ماينس نيجاتيف 2 هتبقى بلس 2 بار 2. السي دي ادي عندنا السي اهي، والدي اهي هتبقى 0 ماينس 1 بار 2 بلس 4 ماينس نيجاتيف 1 يعني بلس 1 بار 2. والدي اي اخر واحده 0 ماينس 5 بار 2 بلس 4 ماينس 3 بار 2، كلهم هيطلعوا ناتج واحد، كلهم هيطلعوا ايه؟ ناتج واحد. ايه الناتج الواحد ده؟ هيطلعوا ناتج ايه؟ واحد، هيطلعوا روت 26. وبعدين هنقول له سنس ان الاربعه ايكوال، هما اي بي ايكوال البي سي ايكوال السي دي equal الدي اي، يبقى زين اي بي سي دي از اي رمبس. فاضل لنا انا معلومه واحده او ريكوايرد واحد اللي هو فايند اتس اريا، الاريا اوف رمبس هاف دياجونال 1 ملتبلاي دياجونال 2. طب مين هو الدياجونال هنا؟ اي سي وبي دي. طبعا احنا هنجيب الاي سي والبي دي مش عشان نستخدمهم في بروف الرمبس، عشان نستخدمهم في الاريا بس. هنجيب اللينس اوف اي سي روت، اي سي روت 1 ماينس 5 بار 2 1 ماينس 5 بار 2 بلس نيجاتيف 1 ماينس 3 بار 2، هتطلع بكام؟ ب 4 روت 2. وهنجيب البي دي روت بي دي 0 ماينس 6 بار 2 بلس 4 ماينس نيجاتيف 2 بار 2، يعني 4 بلس 2 بار 2 هتطلع 6 روت 2. كده بقى عندي ال 2 diagonals 4 روت 2 و 6 روت 2. نحسب الاريا، هاف diagonal 1 ملتبلاي diagonal 2، هاف diagonal 1 ملتبلاي diagonal 2، هاف diagonal 1 ملتبلاي diagonal 2. ماشي مالك، جايبهم كلهم، برافو، روت 26. تمام، الاريا اوف رمبس هاف multiply AC multiply BD، نعملهم product يبقى half multiply 4 root 2 multiply 6 root 2. سهل قوي، تطلع 24 unit area أو 24 سنتيمتر سكوير. نكتبها بالطريقة اللي تعجبني، كلهم صح يعني. مالك بس كانت سأله سؤال في الأول، بيقول لي if the circle it's center is origin، السنتر بتاعها الاوريجن، الاوريجن يعني ايه؟ يعني 0 0 والراديوس بتاعها 5، which of the following points lie on the circle، مين من النقط دي موجوده على السيركل؟ ده طبعا سؤال اختياري، هنقول لها فكرته النهارده وممكن نحله مع بعض المره الجايه تاني، يعني نقوله مرتين، لان ده سؤال من الاسئله اللي بيجي في الامتحان كتير يعني. يعني سؤال من الاسئله اللي بيجي في الامتحان كتير، فكويس ان مالك سالته، لان احنا هنحله المره دي وهنحله تاني المره الجايه، يعني ممكن نحطه في سلايد المره الجايه. طيب ايه طريقه الحل بقى يا ملك؟ هتجيب الديستنس بتوين الاوريجن والبوينتس اللي في الاختيارات. هتجيب الديستنس بتوين مين؟ على الاوريجن اللي هي 0 0 والنقط اللي في اختيارات، وبعدين اللي الديستنس بتاعتهم تطلع ايكوال تو، يبقى هي النقطة. هتقولي ليه؟ تعالى كده نرجع للسلايدز بتاعت القوانين بسرعة. السنتر هنا ايه؟ 0 0 والار بكام؟ ب 2، يبقى لازما ام اي تكون ب 2 لان هو قال لي ام اي ايكوال ار، طب ما الار جيفن هي ب 2. ماشي، النقطة اللي هنختارها هتكون روت 3 و 1. هتقولي ليش معنى؟ هات احسبي الام اي، الديستنس بتوين ام اي هتساوي روت 0 ماينس روت 3 بار 2
plus 0 minus 1 بور 2 تطلع بتساوي 2 equal r. طبعا هنا انت هتحليها بالتجربة، يعني لو انت جربت الاولى اللي هي 1 و 2 في الاختيارات هتلاقيها equal root 5 يبقى ما تنفعش. النقطة التالتة اللي انت برضو كتبها هتطلع root 5 يبقى ما تنفعش. ماشي. النقطة الاخيرة او اللي انت كتبها اللي هتنفع root 3 و 1. انتهينا من شرح حصة النهاردة. طبعا حصة كانت جميلة جدا، استمتعت مع الطلبة بالشرح واستمتعت معهم بحلولهم وإيجابياتهم في الحصة. أشكر طلابي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.